سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر. أهلا شادي بلان. حلقة جديدة من سينما الشويش. اليوم رح نتحدث عن فنان كبير رحل عن عالمنا بث أثر السينما المصري. بالضبط أحد أهم صناع السينما المصرية في القرن العشرين أنور وجدي. أنا اسمي أنور. وأنا اسمي عنبر. الله أكبر الله أكبر. أنت إيه اللي جابك هنا؟ الصوت الملائكي الجميل، النغم الحلو الرقيق، هم اللي سحروني، هم اللي جرجروني على ملا وشي. حد شافك من أهلي؟ لا ما حد شافني، وإلا كان يحسدني. على إيه؟ على السعادة اللي أنا بسرقها. الله، أنت حرامي. لا أبدا. أمال أنت إيه؟ والأوام أنت إنس ولا جن؟ أنا جن. جن؟ جن إزاي؟ أيوة جن. الإنس مخلوق من طين، لكن الجن مخلوق من نار، وأنا نار والع مشعلي ملهب على الآخر. أنت كلامك لطيف قوي. وأنت شكلك ظريف قوي. يا ترى هتقدر تخلصني من السجن اللي أنا فيه؟ يا ترى هتقدري تخلصيني من الحرية اللي أنا فيها؟ أنا عايز أخرج بره. وأنا عايز أدخل جوه. ده أنا في سجن. وأنا في نار. أنت عندك الشمس. وأنت عندك الهوى. افتح لي الباب. هو أنا رضوان. افتح لي الباب أوام. قلبي قلبي. أنور وجدي نتذكره كلنا كممثل، بس هو كمان كان مخرج وكان منتج أفلام. بالضبط، عشان هيك أنا قلت أحد أهم الصناع في السينما المصرية. أنور وجدي أولا شادي نذكر أنه من جذور شامية، نشأ عمليا في مصر. اسمه الأصلي أنور محمد الفتال، حول اسمه لأنور وجدي. ليش؟ على اسم الريجيسير. الريجيسير هو الشخص اللي بيجيب ممثلين يعني. حاول يتقرب منه فسمح عشان يجيبه وعمليا أنور وجدي من أوائل الفنانين اللي يعني دخلوا السينما من أول ما بديت السينما. بلشت 1927 1930 كان أنور وجدي موجود بالسينما. يوسف وهبي كان له دور طبعا بنجاحه أو ببداياته. بالضبط، أنور وجدي دخل بالأول المسرح، ما كانش في السينما. دخل مع يوسف وهبي. عم نحكي أي سنوات غازي؟ بالعشرينات. هو من مواليد 1904، عشرينات القرن الماضي. بالضبط، فأنور وجدي شادي كان ينام بالمسرح وين الديكور، وكان يشتغل أشياء بسيطة بس يدخل عالم الفن. بعدين تخلى عن المسرح ودخل السينما في أعقاب يوسف وهبي، مع يوسف وهبي اللي شي خلاه يشارك معه في فيلم أولاد الذوات 1932، بعدين فيلم الدفاع 1935 تقريبا، وبلش يفوت بأدوار صغيرة. هالمرحلة ابتعد عن المسرح أكيد. لا، تخلى عن المسرح نهائيا. وخلينا نقول هون إنه هو تميز عمليا بدور واحد بالثلاثينات والأربعينات تقريبا، أو نص الأربعينات، اللي هو دور الحبيب. الحبيب الغني الثري العبان الشرير اللي بوقع البنات في الناس. حبوه الناس، حبوه، ولكن انه شخصيته كانت شريري. فيما بعد رح نشوف انه غير جلده الفني. ثلاثينات قدم عندك حوالي 10 افلام، نذكر منها اولاد الذوات، الدفاع، باعه التفاح مع عزيزه امير، العزيمه، هاي اهم افلام 1939 مع المخرج كمال سليم. وانا عم بذكر هون المخرجين على اساس انه لانه هو تعلم مني كليه لانه صار مخرج. عندك ب 1939 فيلم الدكتور مع نيازي مصطفى، 1940 مع احمد بدرخان واحمد جلال وتوغو مزراخي، وكمان خلينا نقول في استيفان روستي كان ممثل وصار مخرج، مثل معه انور وجدي. نقدر نشوف انه هو عمليا تعلم من غيره، فشاف انه مثلا هذا ممثل صار مخرج، ليش انا ما اصيرش كمان زيه. نسمع مقطع من فيلم غرام وانتقام اللي قدم عام 1944 مع اسمهان، وشارك كمان فيلم الأول انتصار الشباب عام 1941. وحيد، انت كل أمالي. أنا حكون عبدك طول حياتي. فني وشهرتي ومجدي كله ضحيته في سبيل السعادة الزوجية اللي كنت بحلم بيها. مصر كلها بتحسدني، ربنا يقدرني على رضاكي. الخياطة بعتت لي تروسوه كده. طب حاجة أشوفه بكرة. لا ده بعدك، أنا مخليها سيرفريز. بكرة حبعت السواق ياخد شنطك عندي زي ما اتفقنا. هتتعشي معايا وتباتي معايا، وبعد بكرة الصبح نطير في سماء النعيم. جوزي حلو قوي من بقى. أنور وجدي اليوم عم نحكي عن هالفنان الكبير اللي رحل عن عالمنا، نذكر بعام 1955 بالضبط اثر اصابته بمرض عضال بستوكهولم. ليش بستوكهولم؟ هو عمليا سافر للعلاج. بس خلينا نقول شغله مهمه معروفه وهي مؤكده، يعني انه انور وجدي بفتره الفقر تاعته بالعشرينيات دعا لربه، قال له يا رب خليني اكون غني كتير حتى لو اكون مريض.
فهذا اللي اتحققت الامنيه اتحققت. كان غني بس مريض بس مرض. سمعنا فيلم غرام وانتقام عام 1944. 1945 كانت نقطة التحول الكبيرة بحياته. صار منتج. صار منتج وصار مخرج عمليا. لأنه أولا تزوج من ليلى مراد وتحول إلى مخرج عن طريق هذا الفيلم. وكان منتج وكان عمليا صار زوج أغنى وأشهر ممثلي في السينما المصرية ليلى مراد. ليلى مراد طبعا أسس هالشركة زي ما حكيت عام 1945 وسماها شركة الأفلام المتحدة للإنتاج والتوزيع السينمائي. ونذكر شادي انه بنهاية الفيلم ليلى بنت الفقراء كان اغنية احنا الاثنين كانت هي العرس تبعن. فلما الجمهور حضر الفيلم حضر العرس فيعني كان الحقيقة اختلطت بالخيال. حلو. الجمهور بطل يعرف هذا خيال ولا حقيقة. رح نسمع عنبر اللي بتشارك فيه ليلى مراد مع نور وجدي. تم تقديمه هذا عام 1948. مع السلامة. حلوين مقطقطين عصافير زغاليل. ايه الله يسعدهم ويهنيهم ويفرفشهم وينصرهم. كان لازم نبخر بس بعيدوا انتوا عنهم. يعني انا هاكلهم؟ لا هتحسدوهم. بحبهم. ما كلنا بنحبهم. مادام كده ادعوا لهم ان ربنا يوفقهم. ان شاء الله يا رب. انت خايف؟ ابدا. ولا انا. انت معك مسدس؟ ابدا. انا كمان ما عنديش مسدس. يا خبر. طب وبعد اعمل ايه؟ ايه انت خفت قوي ازاي؟ قلبي بيطب. يا خبر. ايديا بتترعش. وبعدين؟ قربي جنبي. قربي جنبي خالص كده. ايوه. انا دلوقتي احسن. لكن انا ضايقتك كده. لا ابدا بالعكس انا في منتهى السعاده. تعرف انهم صدقوها؟ هي ايه الكذبه اللي انت كذبتها؟ انا كذب؟ ايوه حكايه الجواز اللي انت اخترعتها. بس ما كانش في طريقه غيرها. تعرف انها كانت فكره مدهشه. ايه الجواز؟ لا قصدي النمرة اللي انت لعبتها عليهم. قدم بطولات عديدة مع ليلى مراد كوننا سمعناها. غازي تذكرنا بالأفلام. قلبي دليلي طبعا. ايه عنا طبعا كثير أفلام. عنبر اللي سمعنا قصة مقطع منه. عنبر، الهوى والشباب، غزل البنات. هذا أهم الأفلام مع بعض. عام 1949. ليلى بنت الأغنياء. ليلى بنت الأكابر. كل هاي الليستة تاعت وحبيب الروح. عاملين هم التقوا مع بعض ب 11 فيلم. ثلاثة قبل الزواج وثمانية بعد الزواج. كانت بطولة عمليا لأنور وجدي أمام ليلى مراد. سنحكي بعد شوي عن الأزمة اللي هو تسبب فيها بالضبط. بس خلينا نذكر كمان أنه قبل زواجه من ليلى مراد هو كان متجوز من ممثلة إلهام حسين. طلب إيد صباح الفنانة صباح. أبوها ما قبلش. وطلب إيد الفنانة ليلى فوزي كمان. غاوي فنانات بالضبط. أبوها ما قبلش. فيمكن كانوا متأثرين الأهالي إنه بشوفوه العبان على الشاشة. فلك هذه بتكون العبان بالحياة كمان. فكان يرفض. فكان يرفضوا بالضبط. ولكن كمان بعد ليلى مراد رح نحكي إنه رجع تزوج من ليلى فوزي. نسمع قصة مقطع من ياسمين، واحد من الأفلام اللي شاركت البطولة فيه فيروز. فيروز هو عمليا عدا عن يعني الدويتو من أنجح الثنائيات في السينما المصرية مع ليلى مراد. مع ليلى مراد اكتشف أكثر من فنان. منهن الطفلة. الطفلة المعجزة فيروز اللي لحديت إسا ما فيش إلها مثيل. أختني اللي نذكر. أختني اللي بالضبط. وهو اللي أنتج له يعني عملين أول أفلام ياسمين 1950. وهو عرض على الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي هو كمان كان منتج أفلام. قالوا شو رأيك ننتج لها الطفلة فيلم؟ عبد الوهاب خاف. قالوا أنا مستحيل أحط مصاري لطفلة عمرها 5 سنوات. فلما حقق الفيلم نجاح ساحق قالوا عبد الوهاب أنت كان عندك بعد نظر ويعني رؤيتك كانت ثاقبة. قدمها طبعا كمان بفيروز هانم عام 1951 وبدهب عام 1953. بالضبط. فيروز هانم هو كان دور المنتج. وبالأفلام الثانية عملين كان هو صاحب القصة والمخرج والمنتج كله. نسمع مقطع من فيلم ياسمين اللي قدم عام 1950. يلا قولي لي بقى انت تبقي ايه؟ ابقى بني ادم. ما انا عارف انك بني ادم، انما يعني اسمك ايه؟ اسم بطوطة. استنى محطوطة نص اسم قطة نص اسم قوطة. حظك تبقى ايه؟ ايه هو ده؟ انا بقولك اسمك ايه تقولي لي طوطة وبوطة ومش عارف ايه محطوطة. انا عايز اعرف اسمك ايه؟ يعني ما انتش حدث؟ لا مانيش حدث. غلب غلبك؟ غلب غلبي. اسمي مدموزيل قطوطة. مدموزيل قطوطة. الله اسمك حلو وكلامك حلو وشكلك حلو. نعم 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 حضرتك بتبسطلي والله عاد. انت شوية شوية رقصت لي حواجبك
وتقول يا باشا اجيب لك بغاشة. لا فوق لنفسك، انا مش من دول يا مقص. مقص؟ ده انت عايزالك 30 مقص يقصوا لسانك الطويل ده. انا ابصبصتك؟ ده انا قد ابوكي. خلاص انا زعلان منك. لا ما تزعلش. لا انا خلاص زعلان. لا ما تزعلش، حقك عليا. انت لسه زعلان؟ لا خلاص مش زعلان. اسمنا فيروز الطفلي. اللي صار مع فيروز انه والدها خلاها تقدم افلام معه، صار ينتج لافلام، وخلى انور وجدي يبعد. فلو انه الوالد فيروز ما تدخل بمشوار الفني كان انور وجدي قدم له اكتر وخلاها تستمر عمليا بالحياة الفنية اكتر. وبنشوف كمان انه كمل مع الاطفال، يعني تعال نقول او شبه اكتشف الفنانة لبلبة اللي قدمها عمليا باخر افلامه تقريبا اربع بنات وظابط اللي رح نوصل له لاحقا. نسمع إسا مقطع من أمير الانتقام. أمير الانتقام هذا من أهم الأفلام اللي قدمها. وهون خلينا نقول قبل شوي ذكرنا أنه في البداية كان دور الثري اللعبان الشرير. بالقسم الثاني من حياته الفنية انتقل لدور الشريف الشرطي اللي صح، اللي بدور على الحق وبعت يعني الحق لأصحابه. حلو، معه بهالفيلم سامية جمال، فريد شوقي ومديحة يسري. بالضبط. أنت دلوقتي اللي تحت رحمتي، حركة بسيطة وخليك تقابل ربنا علشان يعاقبك على شر أعمالك. اقتل، الموت عندي أهون من إني أطلب منك العفو. لا، علشان أقتلك مش ضروري ألوث السيف ده بدماء الغدر والخيانة. علشان أقتلك يكفيني أقول لك السر اللي عرفه ابنك، السر اللي بتحاول انت إخفاؤه من 20 سنة. علشان أقتلك كفاية علي انك تعرف أنا مين. انت مين؟ أنا حسن الهلالي. حسن الهلالي؟ أيوة حسن الهلالي، اللي رميته في السجن من 20 سنة طمعا في زوجته. حسن الهلالي اللي شاء ربنا انه ينتقم منك ويكشف ماضيك القذر أمام زوجتك وأمام ابنك. عيش بعد كده ما استطعت. اما اذا كان فاضل عندك شيء من الكرامه، اذا كان فاضل عندك شيء من الرجوله، فالسلاح اهو قدامك. اهو ده الخنجر اللي حاولت من 20 سنة انك تموتني بيه. اهو قدامك. ذكرنا كمان انه عمليا دعم فنانين، هو نقدر نقول اكتشف الفنانه سميره احمد كانت بدور صامت، فقال لها انت حتبقي نجمة، فبالفعل صارت نجمة. وبعدين هو تعال نقول دعم كمال الشناوي رغم الخلاف اللي كانوا كان بيناتهم. صح، حكينا بالقصة. القصة قال له عندك كرش. بالضبط، انه كمال الشناوي عملوا معه لقاء، قالوا له شو رأيك بأنور وجدي، فهو كان واصله كلام انه يعني أنور وجدي متضايق من وجوده بالسينما. فقال لهم انه أنور وجدي كبر وبنفعش يقدم دور الحبيب لأنه عنده كرش. زعل منه. زعل منه، ولكن مع ذلك يعني كتب له وأخرج له فيلم ليلة الحنة مع شادية. ويذكر أنه قال له لكمال الشناوي، قال هذا الدور كان بالبقلي قبل 10 سنوات. بما أنه أنت أصغر مني فالدور رح يروح لإلك. نسمع مقطع من أربع بنات وضابط مع لبلبة ونعيمة عاكف أيضا. حرمنا وحياتك نخالف اللوائح، ونخالفنا اللوائح بعد كده ابقال وحرابتنا، ومستعدين نحلف لك ان ما فيش فينا حد ابدا هيعمل حاجة تزعلك، وحنمشي كويسين وحنبقى اربع بنات هاديين. طيب انا هسامحكم، بس على شرط لو صدرت منكم بعد كده اي مخالفة للقوانين او اي تهور او اي تمرد هجيبكم انتوا الاربعة صف واحد كده وحمسك المسدس ده وطخ طخ 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 اربع رصاصات يريحوني منكم ومن شقوتكم. فاهمين؟ فاهمين. فهمتوا ايه؟ لو عملنا اي ذنب هتجيبنا عندك في المكتب كويس، وتوقفنا احنا الاربع صف واحد وتمسك المسدس ده وطخ. انور وجدي طبعا الكل بيتذكره، بيتذكر الثنائي الناجح كان مع ليلى مراد اللي هو أذى بمرحلة معينة. خلينا نقول انه اولا هو تزوجها وصارت مشاكل كتير. اول سبب انه هو كان ما يعني ياخد كل المصاري، ما يعطيها اجره ولا قرش. وبعدين كان يستخدم ديكور البيت يخدد العفش يوفر. فاحنا عمليا عشرات الافلام بالسينما المصرية هذا عفش ليلى مراد اللي بالبيت. حلو. فخلال يعني هن استمر زواجهم تقريبا 8 سنوات، ولكن خلال صارت 3 حوادث طلاق. يعني قدموا فيلم فيلمين طلاق، يرجعوا بعدين طلاق بعدين عودي.
عمليا اللي بدي اقوله انه صار انعكاس تجاري، لانه الناس كان يقولوا هذا اخر فيلم لليلى مراد وانور رشدي، كان يستغل الموضوع بالضبط. بعدين يقولوا رجعوا مع بعض، فيلم العوده، بعدين فيلم الطلاق، فيلم العوده، فلعب بالجمهور 8 سنوات. بس الازمه الكبيره اللي صارت وقتها لما ليلى مراد اتهمت انها هي بتتعامل مع اسرائيل والصهيونيه بالضبط. ليلى مراد رفضت ترجع له بالاخر، فهو طلع اشاعه قال ليلى مراد ما انه هي يهوديه الاصل، هي طبعا اسلمت عام 1945 بعد ما تزوجت من انور وجدي، فقال انه هي عم بتبرعت بمبلغ كبير حوالي 50,000 جنيه وقتها الى جمعيات خيريه باسرائيل. فعمليا صار يعني منع لافلام واغاني ليلى مراد، اللي خسر هو انور وجدي، هو المنتج، لانه هو منتج هاي الافلام. بعدين عملوا طبعا بحث، طلع انه هي بريئه من هاي التهمه، وحتى هاي الشغله يعني كانت من اسباب اعتزال ليلى مراد الفن. نسمع اغاني غازي اسا مع فيروز الطفله المعجزه، كروان الفن، اللي هي على لحن اغنيه عبد الوهاب مضناك قفاه مرقده. غيروا الكلمات، فيروز مع انور وجدي بيغني معها. خلينا نسمع. نسمع نسمع من ليلى بنت الفقراء، احنا الاثنين، الحان رياض صنباطي، اللي على انغام هالاغنيه عمليا تم الزواج الحقيقي بين ليلى مراد وانور وجدي. نسمع ثالث الأغاني اللي خاصة بحلقة أنور وجدي اليوم، اللي بيقدر على قلبي. هاي محاورة يعني مشهورة جدا، شارك فيها عدة فنانين، فنانين بالأغنية بطلبوا ود ليلى مراد، بترفض، وبالآخر هي بتركض ورا حبيبة اللي هو بكون أنور وجدي. جوز أنور وجدي غازي 3 مرات بالضبط، إلهام حسين حكيت لنا، ليلى مراد، والثالثة ليلى فوزي بعد طلاقه عمليا الثالث والأخير من ليلى مراد، ولما مرد وقفت حده ليلى فوزي. شاركوا مع بعض بأفلام ولا ما لحق؟ امبلا مع ليلى فوزي شاركوا مثلا بخطف مراتي اللي كان فيه كمان صباح وفريد شوقي. ما أنجب أولاد أنور وجدي؟ لا ما أنجب، مع أنه هو اتهم ليلى مراد أنه هي عاقر، ولكنها أثبتت له أنه هي مش عاقر، وتزوجت طبعا مرتين وأنجبت ولدين من هالزواج. نحكي أنه رحل عن عالمنا عام 1955 مرض؟ شو المرض اللي كان عنده؟ مرض عضال، وعمليا راح للعلاج لأوروبا وتوفى هناك. وتوفى هناك، رجع يعني بتابوت. نعم. قدم أكثر من 70 فيلم غازي؟ حوالي 70 فيلم. مات بكير. ونقول هيك بعض الأرقام من مشواره. حوالي 70 فيلم، أخرج منهن 13 فيلم، ألف 16 فيلم، الإنتاج فيه أكثر من 20 فيلم أنتج؟ في عندك 6 أفلام بضمن قائمة أفضل 100 فيلم. من بنات الغزل البنات، أنا هذا بحبه كتير وكتير بحبوه. في عنا ريا وسكينة عملين إخراج صلاح أبو سيف، غرام وانتقام إخراج يوسف وهبي، وإحنا بنشوف من مين تعلم كمان، لأنه ما تعلم إخراج ولا صح. فهو عملين تعلم من خلال احتكاكه بهاي الأسماء بالضبط. فهمنا أنه غزل البنات فيلمك المفضل لكان بالضبط. بالضبط، فيلمك المفضل كمان غزل البنات. انه شو رايك، شو السر بحلاوه وسحر هذا الفيلم؟ فيه سحر الكل بحبوه صح، فيه فنانين كبار، فيه اغاني حلوه، والقصه كمان حلوه. القصه حلوه يمكن عشانها بسيطه جدا صح، فالناس حبوه لليوم عمليا، صار من كلاسيكيات السينما بالضبط، وعمليا مثل ما ذكرنا واحد من اهم 100 فيلم بالسينما المصريه صح. شكرا غازي ابو بكر. العفو شادي بلان. الى اللقاء. الى اللقاء.